الرأي ديالي كما كتشوفوا الفرحة اللي كانت في وسط القاعة، كيفاش ما تسيقش وكيفاش غوت وكيفاش خرجت من القاعة في حالة هستيريا، كيفاش جيتوا عندي حطيتوا لي الكاميرات اللي وجهت عليا، ما كنتش كانوا يمكن غادي نعاودوا نشوفوا الفيديوهات من بعد غادي تشوفوا بينا، راه ما كنتش كنعرف ما عرفتش راسي اش كنت كنقول، حيت ما صعيب تسيق بينا، راه كتمشي منك شي من واحد العقوبة كتطلع 30 سنة والحياة ديالك كتولي تقول ما بقات لا حياة، ما بقات لا قراءة، ما بقات لا قراية، ما بقات لا دراسة، ما بقات لا أسرة، ما بقى البيت، ما بقاش، ما باقي والو. وفي ثانية كيولي كلشي كيرجع لك بقوة، كلشي كيرجع لك بقوة الله عز وجل. و باغي نشكر القضاء المغربي حيت كانت بصح ماشي باش نكون الحقيقة، راه كانت الخلعة بزاف، وما كناش ما كتعرفش شنو باش واش داك الخدمة اللي درتي واش كافية باش طيح تهمة التجارة في البشر. ولكن مع ذلك كاع داك المجهود اللي درنا انا والمحامون والاب ديالي والخوت ديالي، انتم ما كتشوفوا النتيجة. 30 سنة راه ولينا اليوم في كنشوفوا الاب ديالي راه غادي يخرج من السجن، وان شاء الله بالعقوبة الوالدة. كنت متوقع الحكم براءة؟ البراءة كنت باش نكون حقاني معكم، كنت كنقول بان الله عز وجل ما كيظلمش، وكنت كنقول واخا كنت كنسمع داكشي اللي سمعت هاد السنتين الاخيره، كنت كنسمع 30 عام وغادي نقطعوا لكم الراس وغادي ندير لكم غنعني، ولكن ما عدا ذلك بقيت شاد في الله. وفي الاخيره كما كتشوفوا راه كان الله كان عادل، والمحكمه القضاء المغربي هو كان عادل، والمعلوم اليوم غادي نعس بلا وسواس. هذه سنتين وشهر اللي كنعس بالوسواس، واليوم غادي نعس بدون وسواس، حيت غادي نعس اولا غادي نعس الوالد معنا في الدار، وثانيا مع ذلك الام ديالي غادي تنعس اليوم في سجن عكاشه، عارف بان راه في المستقبل غادي ترجع للدار، والعائله الاسره ديالنا غادي ترجع كما كانت في الماضي. لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغطوا على زر الجرس. شكرا.